النجاح او الفشل دي حاجه بقى بتاعت اللي هتحصل في نادي الزمالك. يعني ملوش ما بشوفش ان اي دايما سي في قوي معناه ان هو المدرب هيبقى قوي معاك، او سي في عادي ان هو هيفشل معاك. الزمالك جاله كبران ما حدش يعرفه خالص ونجح نجاح ساحق، وجاله فنجاده مدرب كبير جدا ونجح نجاح ساحق، وجاله بعد كده دراجوسلاف مدرب سي في قوي جدا جدا وفشل فشل ذريع. المهم يبقى في كيمياء وكيمستري بين اللعيبه والمدرب، ان هو يتندمج بسرعه مع الاحداث، ان اللعيبه تحاول تنفذ اللي هو عايزه، سرعه تاقلم المدرب مع اللاعبين ده هو برضه من الحاجات المهمه من خلال شخصيته. واضح ان هو اشتغل كتير بره البرتغال ودي حاجه كويسه، اشتغل في السعوديه واشتغل في الصين، اي نعم الثقافتين مختلفتين تماما ولكن اشتغل، يعني شاف اللعيب العربي عايز، وخد معاهم بطوله كاس الملك فيصل مع الشباب. اللعيب العربي دايما يختلف عن اي لعيب في العالم، يعني انا دايما بشوف ان اللعيب العربي ده مش هتلاقي زيه كتير، من خلال بقى عاداته تقاليده كسله عدم نظامه، دي حاجات موجوده عندنا في اللعيب العربي على فكره، مش بس اللعيب المصري.